السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا يا بناتي، أهلا يا أولادي، أهلا يا شباب. أنا الدكتورة سامية عبد الحكيم عبود، أستاذ مساعد في قسم تمريض التوليد وصحة المرأة. النهاردة إن شاء الله رب العالمين هناخد مع بعض abnormal labor. تمام يا شباب؟ في الأسابيع اللي فاتت أخدتوا مع السادة الدكاترة الزميلات، أخدتوا نورمال بريجنانسي وأبنورمال بريجنانسي. هناخد أبنورمال، خدتوا النورمال ليبر، هناخد أبنورمال ليبر. تمام، برضو في نورمال بربريم وأبنورمال بربريم. تمام، عايزين نسترجع كده مع بعض علشان نسترجع نورمال ليبر يعني ايه. تمام، نورمال ليبر و ليبر يعني ايه. اخدته قبل كده في الليبر، ليبر يعني في اكسبانشن اوف يوتراين كونتنت او اكسبانشن اوف فيتس او بلاسينتا او ممبرين او امنيوتيك فلويد ثرو ناتشورال بيرث كانال اور ابدومينال بول. تمام، طيب، طب نورمال ليبر عباره عن ايه؟ ايه الديفينيشن اوف نورمال ليبر؟ احنا بنسترجع كده مع بعض علشان بعد كده ايه نقدر نعمل ديفرنشيشن بتوين النورمال ليبر وابنورمال ليبر لما نشوف الحالات مع بعضها، نعرف اذا كان دي نورمال ولا ابنورمال. تمام، طيب، ديفينيشن اوف نورمال ليبر spontaneous expulsion of single viable fetus presenting by vertex and position occipital anterior. تمام، through natural birth canal without any complication to the mother and fetus except episiotomy. لان episiotomy ابتدوا ان هم يعتبروها is considered normal. تمام، not a complication. تمام يا شباب، طيب، يبقى احنا كده عرفنا النورمال ليبر سبونتونيس اكسبلجن يعني في ايه عمليه خروج تلقائي لايه لليوتراين كونتنت اللي هم ايه اللي هو الفيتوس والبلاسينتا والامنيوتيك فلويد والامبليكال كورد نازل بالفيرتكس، نازل كفالك بس بالفيرتكس. تمام، والبوزيشن بتاعه انتيرور. طيب، طب لو هو دلوقتي نازل بالكفالك ولكن مش بالفيرتكس، بالفيس او براو او برزنتيشن او بريتش، ده كله ابنورمال. طب لو هو بالسيرور برضه ابنورمال. تمام، يبقى لازم تحطوا في دماغكم ان النورمال ليبر بيبقى انتيرور بوزيشن برزنتنج باي فيرتكس برزنتيشن وسنجل سنجل، لو هو اكتر من سنجل يبقى ابنورمال ليبر لان توينز. تمام، هو سنجل فايبل فيتس بيبقى جنين واحد وعايش. تمام، طيب، ندخل كده بقى ايه، عرفنا ده كده النورمال ليبر. طب الابنورمال ليبر ممكن في حاجات كتيره جدا ايه هناخدها مع بعض هتخليكي تعملي differentiation between abnormal labor and. تمام؟ طيب، الـ objective أو الـ aim of this lecture لازم أنت تكوني إيه؟ أنت أو أنتي تكون عندك معلومات عن إيه؟ لازم في نهاية المحاضرة دي معانا يا جماعة لازم how to define the abnormal labor في medical terminology related لأبنورمال ليبر. تمام، طيب، برضو mention the risk factors of abnormal labor. في risk factors بتظهر على الأم أو predisposing factor مع الأم بتخليها بتعرفنا إذا كان ده normal labor ولا abnormal labor. تمام يا جماعة، طيب، mention types of abnormal labor. في types، في أنواع كتيرة للأبنورمال ليبر. Describe the different causes
كل نوع من انواع الابنورمال ليفر ليه كوزز، تمام، وليه كومبليكيشن، في ماتيرنال كومبليكيشن وفي ايه، تمام. طيب عايزين نعرف يعني ايه ابنورمال ليفر. ابنورمال ليفر دي ديفايند از ديس فانكشن اوف ليفر، تمام، يعني الليفر دي بتاعتها ما بتكملش الوظيفه بتاعتها بالكامل، او difficult of labor. كلكم فاهمين يعني ايه difficult of labor or arrested of labor، يعني الليبر النورمال ليبر دي او ليبر كده ستوب، يا اما صعبه يا اما ستوب، arrest حصل لها arrest، تمام. في ترمينولوجي بيبقى دايما متصل بالابنورمال ليبر، ديستوشيا. ديستوشيا، ديستوشيا دي عباره عن ايه، يا اما difficult of labor او abnormal of labor، وده اللي بيعرفنا اذا كان الليبر دي ماشيه في اتجاهها في الدايركشن بتاعها correct direction ولا لا، في progression ولا ما فيش progression، في progress of labor يعني في تقدم في الولاده ولا ما فيش، تمام. طيب الديستوشيا دي علشان اقدر اقول ان في ديستوشيا during labor لازم يكون عندي فيه ثلاث حاجات انا عارفاهم، اللي هو الباور اللي هو اليوترين كونتراكشن، الباسنجر اللي هو الفيتس من برين، الامنيوتيك فلويد، الحاجات اللي بتعدي من ايه، من البيرث كانال، باسج واي اللي هو الايه الممر اللي هي ايه ناتشرال بيرث كانال اللي هو الماتيرنال. لازم تعرفوا برضو طالما بناخد الابنورمال ليبر فلنعرف ايه هم الابنورمال ليبر، تايبس اوف ابنورمال ليبر. في عندنا بري تيرم ليبر، في كمان بريسبيتيت ليبر الولاده السريعه، في برولونجد ليبر الولاده الطويله اللي اخذت مده طويله، في بوست تيرم ليبر الولاده اللي هي عدت التيرم بتاعها بالكامل by 2 weeks or 14 days، تمام. في obstructed labor الولادة المتعسرة، تمام. معلش انا مضطرة ان انا اتكلم بعض الكلمات العربي في الشرح على اساس ان هو اوضح للطلبة والطالبات المعاني دي لان هي معاني جديدة عليهم. preterm labor، pre يعني anti يعني before، تمام. Preterm labor defined as في بيحصل فيه cervical changes، في تغيرات في السيرفكس and regular uterine contraction، تمام. occurring between دي preterm labor قبل الفول تيرم اوف بريجنانسي اللي هو start from 37 weeks to 40 weeks. طب preterm دي بتحدث امتى؟ بتظهر امتى على الست دي؟ وهي between 20 weeks and 37 weeks of pregnancy، تمام. طيب يعني preterm labor نقدر نقول هي occur before completion of 37 weeks يعني او of pregnancy يعني قبل ما تكمل ال 37 اسبوع. طيب premature rupture of membrane برضه بيحصل ليه rupture of membrane before onset of labor at any times of gestational age، تمام يا جماعة. premature يعني حصل في انفجار لجيب المية، امتى؟ before the onset of labor قبل ما تظهر علامات الولادة الحقيقية at any gestational age. برضو preterm rupture هنا بريماتشور الاولاني بري تيرم رابتشر اوف ممبرين، يعني هيحصل في رابتشر الممبرين يا جماعه بيفور 30 كومبليشن اوف ايه 37 ويكس اوف جستيشن، تمام يا شباب. طيب برونجد ليبر الديوريشن اوف ليبر مور ذان 12 اورز، في بعض من الكتب مكتوبة هي أكتر من إيه؟ 12 ساعة.
ولكن في كتب بيقول 14 او 16، تمام 16 ساعه 16 اورز، وبتوصل ل مور ذان 18 اورز، هي صح مش خطأ، تمام. طيب لو في حد سألني هقول برولونجت ليبر دي دكتورة بتاخد الديوريشن بتاعتها ممكن تكون 16 اورز، نعم، لان الديفينيشن بيقول لك مور ذان 12 اورز with active management of labor. طيب you understand؟ اوكي. بوست ماتيور ليبر، بوست ده عدت، تمام، اللي هي بوست تيرم بريجننسي، عدت فتره الولاده بتاعتها. It is abnormal prolongation or pregnancy 2 weeks more after full term. فترة البريجننسي بتاعتها طولت أكتر من إيه الفول تيرم بتاعتها بأسبوعين أو إيه فور. طيب بريسبيتيت ليبر يعني ولادة سريعة، ولادة حصلت للسيجز تحت الليبر أقل من 3 ساعات. الست دخلت القسم، دخلت كشك الولادة وابتدت ايه العلامات، الولاده اشتغلت عندها وولدت في خلال ايه اقل من 3 ساعات. دي اسمها بريسبيتيت ليبر. ديوريشن اوف ليبر لاستس ليس ذان 3 اورز. طيب هل بريسبيتيت ليبر دي لاستس 4 اورز 5 اورز؟ نو، هي لاستس 3 مور ليس ذان 3 اورز. ممكن تاخد ساعتين، ممكن تاخد ساعة ونص، تمام. ان وصلت الثلاثة ماشي، يعتبروها ان هي 3 ساعات from the beginning uterine contraction to birth، من بداية اليوترين contraction لعند البيرث للزان 3 hours. اوكي يا جماعة، تمام. post term pregnancy، post as known as برضو post date pregnancy or post maturity. post date يعني عدى تاريخ الايه الاكسبكتد ديت بتاع الدليفري. post maturity عدى الماتيوريتي، فتره الماتيوريتي بتاعه الفيتس. اوكي، refers to pregnancy that extended beyond the standard gestational time، يعني فتره الحمل دي عدت الايه الوقت القياسي بتاعها، هي اللي هي من 37 الى 42 اسبوع. obstructed labor الولاده المتعثره. it is arrested of vaginal delivery of the fetus، يعني الفيتس ما اتولدش through natural birth canal. ليه؟ due to mechanical obstruction. تمام؟ طيب كده خلاص فاهمين يا جماعه؟ طيب risk factor of the abnormal labor يعني هي predisposing factor او risk factor اللي خلت الست دي يحصل عندها abnormal labor. ايه هي؟ في عوامل موجوده عند الست اللي هي pregnant دي، العوامل دي موجوده عرفتنا اذا كان الست دي abnormal labor ولا normal labor. فاحنا بناخد الابنورمال، ففي حاجات اساسا عرفتنا ان الست دي هي ايه المسار بتاع الليبر بتاعتها abnormal. This proportion between the presenting part، presenting part اللي نازل بيه الجنين في البلفيك برام او بلفيك اند، نازل بايه؟ ان ايه بيرث كانال، يعني البريزنتنج بارت اللي نازل بيه الجنين في الحوض نفسه غير طبيعي، تمام. طيب غير طبيعي ازاي يا دكتوره؟ ما هو ممكن يكون نازل بالهيد بس مش بالفيرتكس، نازل بالبرو، نازل بايه؟ نازل بالفيس او نازل بالشولدر او نازل بريتش. بريزنتنج بارت ابنورمال. احنا قلنا في النورمال ليبر، عشان كده خدنا مراجعه على النورمال ديفينيشن بتاع النورمال ليبر، قلنا ايه؟ ان هو بريزنتنج بارت، ايه بريزنتنج بارت ايه؟ فيرتكس بريزنتيشن، تمام. طيب abnormal of expulsive forces
اليوتراين كونتراكشن دي بتبقى ايه؟ انسفشنس، او تبقى ايه؟ سترونج، يا اما قويه جدا او ضعيفه. ان appropriate coordinated to a face and dilated the cervix. ما فيش كوردينيشن ما بين افيسمنت والسيرفيكال دايليتيشن، مع رغم ان ادكوت فولنتري ماسلز ايفورت ديورنج سكند ستيج اوف ليبر. ان ادكوت في السكند ستيج اوف ليبر بتبقى نقول للام ايه، اعملي بيرنج داون ديورنج يوتراين كونتراكشن، بس دي بتبقى ان ادكوت فولنتري ماسلز ايفورت. كمان ابنورمالتيز اوف بريزنتيشن، برضه قلت لكم لسه قايل لكم البرزنتيشن ابنورمال والبوزيشن، تمام، بيبقى اوكسيبتو بوستيرو او ترانسفيرز او ديفولبمنت اوف ذا فيتس اور ديفولبمنت، يعني وزن الجنين ايه والنمايه الوزن بتاعه اكتر من 3.5، بيوصل 4، ممكن 4 4 وي. ابنورمالتيز اوف سوفت تيشو اوف ذا ريبرودكتيف تراك، دي هنا ممكن يحصل فيه يوتراين فايبرويد، ممكن يحصل فيه سيرفيكال فايبرويد، ففي الحاله دي بيحصل ايه؟ ابنورمال. ابنورمالتيز في الباور، احنا قلنا يوتراين كونتراكشن تبقى ايه؟ يا اما سترونج او ان اديكوت. برضه ابنورمالتيز انفولفن باسنجر اللي هو اللي بيعدي هو ايه؟ من الناتشرال بيرث كانال اللي هو الفيتس. وفي ابنورمالتيز فين في الباسج؟ يعني احنا عندنا فيه دلوقتي abnormalities في الباور، abnormalities في الباسنجر، abnormalities فين يا جماعه؟ في البنتك اللي هو الباسج. تمام؟ طيب ايه اللي يخلي يحصل فيه رابتشر من برين وزوت ليبر؟ الست دي حصل لها رابتشر من برين وهي مش وقت الولاده، يا اما في توبلفك ديس بروبورشن، فيتو اللي هو الجنين بلفت الجنين جوه الحوض هو مش نازل بالكامل خلاص، ولكن هو في كمان ايه اكسسيف فيتال سايز، يعني ايه؟ في ماكروسيميك فيتوس، السايز بتاع الجنين كبير. ان ادكوت بلفت كاباستي، الكاباستي بتاعت البلفت مش كافيه ان هي تستقبل ايه الفيتوس في مال البرزنتيشن ومال البوزيشن. تمام يا جماعه؟ طيب inadequate cervical dilatation، السيرفكس او cervical dilatation ما بيبقاش كافي، مش بيحصل فيه full cervical dilatation، والفيتال ديسنت برضه inadequate، الديسنت بتاع الفيتس بينزل عند مكان معين وهوب ستوب، هتتحول الى ايه؟ الى abnormal labor او ايه؟ في slow progress of labor، arrested labor خلاص وقفت، يعني مفيش بروجرس. تمام؟ من خلال بقى الريسك فاكتور اللي احنا قلناها دي نقدر نحدد الايتيولوجي او الكوزيس اوف ابنورمال ليبر. يبقى احنا بنقول بتتوقف على الباور اللي هو اليوتران كونتراكشن، الباسنجر اللي هو الفيتس، واليوتران كونتنت، والباسج واي اللي هو البيرث كانال، والسايكولوجيكال ستاتس بتاعت الايه؟ الام. تمام؟ دي برضو شريحه ثانيه احنا يعني مزوداها علشان انا اعرف ايه اوضح لكم اكتر الايتيولوجي اوف ابنورمال ليبر اللي هو خاصه بالباسج والباسنجر والباسج. types of uterine dysfunction اللي هو المقصود بيها اليوترين كونتراكشن، في عندنا نوعين، الهايبوتونيك يوترين كونتراكشن. تمام؟ هايبوتونيك، هايبو اللي هو ديكريز، تونيك اللي هي الموفمنت واللي هي الكونتراكتيليتي بتاعت اليوترس. مور كومن ذا سلايد رايز ان بريشر ديورين كونتراكشن is insufficient to dilate the cervix، دي بتبقى غير كافيه لاتساع عنق الرحم. طب الهايبرتونيك دي زياده. تمام؟
دي زياده، ولكن ايه مش بتاثر على ايه على السيرفايكال ديمج. الهايبوتونيك يوتران كونتراكشن الديفينيشن بتاعها ايه؟ عباره عن ايه؟ انسفيشنت ان افيشنت يوتران كونتراكشن، غير كافيه خلاص، وما لهاش ايه الكفاءه بتاعتها ان هي توسع اليوتران السيرفايكال ديمج. الريسك فاكتور بتاعت الهايبوتونيك يوتران كونتراكشن او يوتران ديسفانكشن، في عندنا جنرال ماسك الام كلها حاجات كتيره تمام، وفي لوكال اللي هو خاصه بالبلفيك والبيرس كانال. الجنرال مور ويز برايم جرافيدا، دي بتحدث للستات اللي هم عندهم اللي هم برايم جرافيدا، بس ايه مش كل اللي برايم جرافيدا. برايم جرافيدا يا جماعه سبيشال إلدري ايج اور جراند مال كبار. البريجننت وومن اللي هي كومبلينو فروم انيميا، البريجننت وومن اللي حصل لها كومبليكيشن دور البريجننسي اللي هو انتي بارتم هيمورج تمام. طيب زي ايه حصل لها الابورشن، ثريتن ابورشن، انتي بارتم هيمورج، بلاسينتا بريفيا، ابربش بلاسينتا تمام يا جماعه، او الام اللي هي بريجننت وبتعاني من انكزايتي، او اكسسيف اكسس بروجسترون هرمون، عندها زياده في البروجسترون اللي هو بيعمل ريلاكسيشن هرمون، او بوست ماتيوريتي عدت اللي هي بوست تيرم بريجننسي، او اكسسيف انالجيسيك اند سيدتيف، اخذت انالجيسيك او مسكنات مخدرات او مسكنات اثناء الايه الفيرست ستيج اوف لين. لوكال اوفر ديستنشن اوف يوترس، في زياده ضغط على اليوترس تمام، زي في حالات البولي هيدرامنس بولي لو انكريز اماونت اوف امنيوتيك فلويد، في حالات التوينز او تريبل بريجننسي، مال برزنتيشن ومال بوزيشن باي كورنيت يوترس تمام، او عندها يوتراين فايبرويد اللي هو ايه التليف الاورام اللي فيها في الرحم، او فول بلادر البلادر بتاعتها مليانه او الريكتا مليانه. طيب يا جماعه اوكي كده تمام. كلينيكال بيكتشر، دي الحاله اللي داخله لنا دي هايبوتونيك ما عندهاش ايه انقباضات رحميه كافيه، ليبر از برولونجد، طالما في هايبوتونيك الولاده هتاخد ايه فتره طويله، ويك اوف يوتراين كونتراكشن، السيرفايكال دايليتيشن سلو مش بتوسع بسرعه او ما فيش بروجريس تقدم فيها، هنا انتاكت ممبرين، يعني الممبرين بتاعها الفيتال ممبرين انتاكت متصل مش حصل له رابطش. الحاله دي الفيتس نوت افكتد سيريسلي، يعني مفيش تاثير على الفيتال تاثير مؤلم او الجنين بيتصاب في الحاله دي، لا كويس لحد ما. ايه الكومبليكيشن؟ طالما في برولونجد ليبر، الليبر بتطول اكزوهوشن، الست بتبقى تعبانه من طول الانتظار، ريتيند بلاسينتا حصل فيه احتباس في البلاسينتا، طالما في احتباس في البلاسينتا هيحصل بوست بارتم هيموريدج تمام. ازاي نعمل مانجمنت او تريتمنت؟ هنشوف السبب ايه الكوزس. لو الحالات الجنرال لو هو فيها كفاله السي بي دي يا جماعه كفاله بنت ديس بروبورشن او مال برزنتيشن او مال بوزيشن دي اكسكلود، يبقى خلاص اذا كان السبب كده هتتحول سي اس، بنعمل بروبر مانجمنت اوف فيرست ستيج اوف ليبر زي كانها نورمال ليبر، بتاخد الكير بتاع الفيرست ستيج كله تمام، ولكن برضو بعمل لها اوجمنتيشن اوف ليبر، يعني عماله بحفز الولاده بان انا بديها اليوتراين ستيمولانت، بديها بيتوسن او اكسيتوسن 5 يونت سنتسينول على جلوكوز 5% او نورمال سلاين 500 سي سي، يعني ازازه الباطن بتاعت السلاين احط عليها 5 يونت ايه سنتسينول. ده نظام ريجيم ده بيتبع في المستشفيات كلها. احنا قلنا ليه الكلينيكال بيكتشر في انتاكت ممبرين، فبعمل رابشر ممبرين ارتشيشال رابشر ممبرين،
اللي هو اسمه ايه يا جماعه؟ امين نيوتوني. تمام. ساعه الولاده ثرو فاجينال دليفري بقى يعمل ابلكيشن للفورسيبس، فورسيبس او فيكين. لو دولت نوت، لو السيرفكس نوت دايليتد بتتحول الى ايه؟ سي اس. نيرسنج رول ديورنج هايبوتونيك ايه؟ يوتراين ريسبونس. كل النيرسنج كير يا جماعه اللي انتوا خدتوها في الفيرست ستيج اوف ليبر هي اللي بتتعمل فين؟ ليه الفيرست ستيج اوف ليبر نورمال زيها هي. تمام؟ وبشوف الفيت، بشوف الفاتر سانس بتاعت الام، بشوف الايه الفيتال هارت ريت بتاع الفيتس، اشوف اذا كان فيه مولدنج، اذا كان فيه الامنيوتيك فلويد فيه مكونيوم ولا لا، اشوف الميديكيشن الام للام بتاخدها، ابتدي اتابع اعمل مونيتورنج للام في خلال الفيرست ستيج اوف ليبر هي بعملها كنورمال ليبر. الهايبر اشد شويه، تمام، اقوى شويه من الهايبر ومشاكلها اكتر من اللي الهايبر دي. التيولوجي سي بي دي يعني كفاله بلفك ديس بروبورشن. تاني يا جماعه سي بي دي سي كفاله بلفك ديس بروبورشن، تمام، دي بتبقى مور كومن ان برايم جرافيتي. الحالات دي بتحدث كتير في البرايم جرافيتي. وايه تاني؟ الناس اللي هم امبروبر يوز اوف اوكسيتوسين، تمام، بياخدوا اوكسيتوسين بكميات كتيره، او ممكن ايه الام في الحاله دي تقول ايه، نيجي نسالها انت عندك القبضات رحميه؟ تقول لا ما عنديش، وهي بقى عندها القبضات رحميه ولازم احنا نتابعها كويس. فتيجي الدكتور يسالها والباطن بيجي لك القبضات، تقول لا، فالدكتور يجي يديها اوكسيتوسين، فبالتالي خد جرعه زياده فهتزود لها الايه اليوترين كونتراكشن. خلوا بالكم يا جماعه من الكلام ده كويس قوي، يعني احنا مش نسمع لكلام الام بس وهي بيجي لها اليوترين كونتراكشن دي، لا. انا لازم اعمل اسسمنت يوترين كونتراكشن افري ايه 10 مينت، يعني بشوفها كل 10 دقائق اشوف اليوترين كونتراكشن، تمام، لان في حالات كتيره في اعتقادها ان هي لو قالت للدكتور ان انا الدكتور سالها بيقول لها انت عندك قبضات رحميه؟ تقول لا ما عنديش، وهي عندها اساسا. علان في اعتقادها هي لو قالت لا ما عنديش هيديها محفز للقبضات الرحميه وتولد بسرعه، لا ده هي بتاذي نفسها. خلي بالكم من النقطه دي كويس قوي، الله يخليك. في مال برزنتيشن ومال بوزيشن. تمام؟ طيب كلينيكال بيكتشر، الست دي اللي داخله لنا بالقبضات او جايه حصل لها هايبرتونيك، ايه اللي بيحصل لها؟ ليبر از برولونج، مع الرغم ان عندها تران كونتراكشن، عندها زفير بين في اليوتران كونتراكشن وبتبقى ايريجولار، بس في نفس الحاله دي بتطول ليه؟ لان في سلو دايليتد سيرفيس برزنتيشن، برزنتنج بارت نوت ويل ابلايد، ما بينزلش البرزنت الجبارت كويس، مش واضح كويس. في بريم ماتور رابشر من برين، شفت الفرق ما بين الهايبو والهايبر؟ الهايبو فيها انتاكت من برين، الهايبر فيها بري رابشر، ايه بريم ماتور رابشر من برين. اند كورد برولابس، الكورد بتاع الجنين بيطلع بره، بيطلع من الفاجينا بره. ليه؟ لان في رابشر من برين، تمام، فبالتالي الكورد هينزل. تمام يا جماعه؟ ايرلي فيتال ممبرين، ايه الايرلي فيتال اند ماتيرنال ديستريس، في الحاله دي اهو المشاكل، الهايبو مفيش افكت على الفيتس، ولكن هنا الهايبر في افكت في ديستريس على الفيتال والماتيرنال. ماتيرنال ديستريس ايه الكومبليكيشن بقى؟ المضاعفات. في ماتيرنال كومبليكيشن مضاعفات خاصه بالام، بلونج ليبر، بوست بارتم هيموريدج اللي هو النزيف بعد الولاده، لاسيريشن اوف بيرث كانال، في تهتك في البيرث كانال، في بيربرال سيبسس، في عدوى النفاس، تمام، او بيجي للست دي حمى النفاس، فيتال كومبليكيشن، في فيتال اسفيكسيا، انترا امنيوتيك انفكشن. كده اخذنا فكره عامه على اخبار اليوتراين ديسفانكشن، هايبوتونيك يوتراين ديسفانكشن،
وهايبر تونيك وترايميد اسبانشن بريسبيتيت ليبر. الولاده السريعه، خلينا كده نتخيل مع بعض يا جماعه، ركزوا معايا الله يخليكم. الست جايه لنا يا دوبها دخل القسم الولاده، هوب ما فيش نص ساعه او ساعه او ساعه ونص، المفروض الاستيجز بتاعت الليبر كلها تاخدها في خلال 6 ساعات. تمام، ده دي ما خدتش 3 ساعات، دي بيطلق عليها الليبر اسمها ايه؟ بريسبيتيت ليبر. تمام يا جماعه، بريسبيتيت ليبر لاسز الديوريشن بتاعتها لاسز لزان 3 اورز فروم ذا بيجيننج اوف كونتراكشن تو بيرث، من بدايه اليوترين كونتراكشن تو بيرث لعند الولاده. خلاص انا شرحت جزء من الديفينيشن ده، واحنا بنقول ايه الترمينولوجي. في فاكتور هيلبز كوزز اوف بريسبيتيت ليبر، ايه هي العوامل اللي بتساعد في ظهور البريسبيتيت ليبر دي مع الحاله اللي داخله لنا دي؟ مالتي بار وومن، الام اللي عندها اللي ولدت اكتر من ايه؟ من مره، مالتي بار ويز ليتل سوفت تيشو. البيشنت دي اوفن بروجريس، بيحصل لها تقدم في الولاده بسرعه خلال الفيرست ستيج اوف ليبر. المذر هنا ليتل بين اور نو بين، البين ثريشولد عالي عندها، احساسها بالبين عندها بتستحمل قوه الالم. اند مي بريزنت تو ذا بيرث ستيتنج اوريدي ادفانسد ان ذا سكند ستيج اوف ليبر. النالي بارا بيشنت اللي ما ولدتش خالص، سيرفايكال دايليتيشن ذات اوكير فاستر ذان 5 سنتيمتر. النالي بارا اللي هي ما ولدتش بيحصل عندها اتساع في عنق الرحم 5 سنتي في الساعه. تمام، لما بيحصل 5 سم في الساعه وساعه ثانيه 5 سم او اقل من ساعه 5 سم، يبقى وصلت للفول سيرفيكال دايليتيشن، يبقى هتولد في خلال ساعتين. يبقى من كده تقدروا تعرفوا تطبقوا الديفينيشن بتاع الايه بريسبيتيك ليبر صح ولا لا. المالتي بار ال 10 سم سيرفيكال دايليتيشن، فول سيرفيكال ديليتيشن 10 سم في الساعه، ما خدتش وقت. تمام يا شباب، في ايه هي العوامل اللي هي المفروض او الحاجات بري ريكويزيت الست اللي بتولد دي؟ في حاجات اساسا عندها ساعدتها على كده. سترونج يوتران كونتراكشن، اليوتران كونتراكشن عندها قويه جدا، مفيش اوبستراكشن فين في البيرس كمان، ما عندهاش ايه يوتراين فايبرويد، ما عندهاش سيرفيكال فايبرويد، ما فيش بابلوما، ما فيش اي حاجه، ما فيش اي حاجه في السيرفكس ولا الفاجينا. رومي بيلفس الحب بتاعها كويس واكوموديت واسع. سمول سايز بيبي الجنين بتاعها ايه صغير. البن ثريشولد بتاعها عالي. الكومبليكيشن ايه بتاعت البريسبيتيت ليفر؟ الجنين صغير هيتولد بسرعه يبقى فول ده وين. الرومي بيلفز الست هتولد بسرعه، ولكن ايه مع اليوترين كونتراكشن هيحصل لاسيريشن، ماتيرنال تروما سوفت تيشو، واللاسيريشن في السيرفكس والفاجينا والبرينيل. طالما حصل فيه لاسيريشن يعني هيحصل فيه بوست بارتم هيموريج، وهيحصل فيه سيبسيس، هيحصل لها عدوى لحمى النفاس. انفيرجن اوف يوترس، اليوترس بتاعها بتقلب. انفيرجن اوف يوترس يعني اليوترس بيتقلب ما بيرجعش، ممكن يتقلب بسهوله. تمام، وبقوه. هايلي انكس الست بتبقى في حاله قلق جامد جدا وخوف. من ضمن الكوميونيكيشن اللي بتحصل للست دي من الولاده السريعه بتاعتها دي هيموريجيك شوك، يحصل لها نزيف من التير فتدخل في شوك. من الخوف والقلق والانكزايتي اللي عندها هيحصل لها نيوروجينيك شوك، صدمه ايه؟ صدمه عصبيه. او سيبتك شوك من العدوى. كومبليكيشن بتاعت الفيتس هايبوكسيا. تمام، هايبوكسيا ليه؟ علشان ما فيش فتره ديكريز للبيريود بتاعت اليوترين ريلاكسيشن، اللي هو انكمبليت يوترين ريلاكسيشن دي مش موجوده عنده، ده بسرعه ده بتقل. تمام، انتراكرانيال هيموريج نزيف في المخ ليه؟ عشان ريليتد للرابيد بيرث، وحصل فيه ايه؟
انفلوجن اوف كورد. الكورد ممكن ايه في الحاله دي بيتسحب وبتشد بسرعه او بتلف على رقبه الجنين من غير ما ايه ما الام تحس باي حاجه. انجري اوف ذا فيتس اند فولينج داون، او الجنين ايه يسقط ويقع للتحت. نيرس مانجمنت، خلوا بالكم ده شغل التمريض، شغلكم انتوا، دوركم انتوا، بالاضافه للايه الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها. بروفايد كونتينوس ايموشنال سبورت، لازم نعمل ايموشنال سبورت وسايكولوجيكال سبورت للست دي. بروفايد برينيال سبورت ويز وورم وورم جوز او كلوز، لو هي في البيت او في المستشفى. يبقى وارم ايه جوز بنحطها بنعمل سبورت للبرينيم. فريكوانت مينتورنج للمذر والفيتال سبايتال ساينس بتاعتهم والفيتال هارت ريت بنشوفه، ونشوف اذا كان في اني ابنورمال فايندنج بعمل ريبورت وريكورد ايه للفيزيشن. طيب برضه بعمل اسيس للبارتوريانت وومن او ليبرنج وومن، الام اللي بتولد، اقول لها تاخد ديب بريثنج تمام، وبريفنت ايه بوشنج اور بيرنج داون، ما تحزقش لتحت. افتر بيرث كيرفلي مونيتور ذا بيشنت فور ذا ساينز اوف هيمورج، اتابع الام واشوفها علشان لو حصل عندها تير في الفاجينا والسيرفكس والبرينيم ابتدي ايه اشوف لو يحصل عندها بوست بارتم هيمورج اعمل ريبير مع الدكتور إيه اي تير او اي لاسريشن. برضه بشوف اساس لو في تروما او تروما للبرينين. بعمل اسسمنت اليونيت على اساس اشوف الابجار سكور بتاعه ايه، واشوف اذا كان هو في اي تروما في الانجري بالنسبه للفيتال ولا لا. وبسجل كل حاجه اللي لقيتها بسجلها. النالي بارا وومن بعمل لها كيرفل اكزامينشن للسيرفكس، واشوف الافيسمنت كان حصل لها وهي في الفيرست ستيج اوف ليبر. النيرس لازم تعمل اسسمنت للوومن بريثنج اكسرسايز، وتاخد ديب بريثنج ديورنج اي كونتراكشن تو افويد اند افويد مس اي بوشنج داون فور بريفنت اي تو هيلب اي اند بريفنت تير، ان هو يتقطع جزء منين من السيرفكس او اللي البرين. برضه بعمل ايميديت بوست بارتم بيريود مونيتورنج للام عشان اشوف اذا كان في عندها ايه هيمورج ولا لا. خلصنا البريسبيتيك ليبر، تعالوا بقى لحظات كده مع بعض. ولاده سريعه عكسها ولاده ايه طويله تمام، برولونجد ليبر. الديفينيشن بتاعها انا قلت لكم عليه في الاول، مور ذان الديوريشن بتاعت الليبر اكتر من 12 ساعه في الاكتف مانجمنت اوف ليبر. طيب ولكن هنا كوباين ديوريشن ما بين الفيرست ستيج والسكند ستيج اوف ليبر مور ذان اوربيتي تايم ليميتد، باخد ايه اكتر من 18 ساعه او 24 ساعه. ده في الفيرست ستيج اوف ليبر والسكند ستيج اوف ليبر تاخد اكتر منين من 18 ساعه او توصل ل 24 ساعه تمام. طيب الكوزس اوف برولونجد ليبر نفس الكوز بتاعته زي كان اوبستراكتد ليبر في يوتراين انيرشيا، يعني ما فيش يوتراين ايه كونتراكشن تمام. كوز اوف برولونجد ليبر سكند ستيج اوف ليبر في يوتراين انيرشيا، اوبستراكتد ليبر في ممكن سيرفايكال كوزس او سيرفايكال ديستوشيا او في سيرفايكال ايه فايبرويد. احنا عرفنا ديستوشيا يعني ستوب في السيرفايكال ديلاتيشن، فايبرويد في ايه اورام ليفيه موجوده في. طيب سوري يا جماعه، في السيرفايكال دايليتيشن في البرونجد ليبر للزان 1 سنتيمتر في ايفري اور. الفيرست ستيج في فيلير في فاشل في عدم اتساع في السيرفكس زي 2 2 اي، لو في عندنا ابنورمال ايه باور في الحاله دي يبقى اما عندها هايبرتونيك او هايبوتونيك كونتراكشن. Abnormal uterine contraction such as uterine inertia. تمام يا جماعه اللي احنا قلناها قبل كده في الثلاث شرائح اللي فاتوا. او الست دي اخذت ايه؟ سيداتيف او انالجيسيا بفور اكتف فيز اوف ليبر. برضه من ضمن الايه؟ الكوزز في ايه تاني؟ في فالوت ان باسنجر
يعني ايه يا جماعه فالت ان باسنجر؟ يعني في اب نورمال في الباسنجر، الباسنجر اللي هو ايه، خلاص نشوف الفيتس هل هو مال بوزيشن ولا مال برزنتيشن، في فيس ولا برو ولا شولدر ولا بريتش. طيب او الفيتس ده عنده كونجنتال انوموس اوف فيتس هيدرو كيفلس، يعني هيدرو يعني ووتر، كيفلس يعني هيد، يعني الجنين ده عنده ميه فين؟ في الهيد بتاعه. او تو اوفن ديفليكسد هيد، الهيد بتاعته متنيه قوي على ايه؟ على سن. ماينور ديجري اوف بلفيك كونتراكشن، في البلفك عندهم كونتراكت منقبض جامد بس ايه الديجري بتاعته ماين. ديس اوردر ديوتراين اكشن هاف يو جوت سينسترز افكت كوزز ماين دايليتيشن اوف سيرفيس. اليوتراين كونتراكشن الموجوده دي لن تؤثر على ايه؟ على السيرفايكال دايليتيشن. طب غلط في الباسج اللي هو فيها اللي هو الممر اللي هو اللي الجزء اللي الحوض في كفاله بلفك ديس بروبورشن اللي هو السي بي دي اللي قلت لكم عليها قبل كده. البلفز بتاع الست مش متناسق مش متكامل او ما فيهوش ايه كباستي ان هي تاخد الايه تستقبل الجنين. ليه؟ عشان نوعه غير طبيعي. اندرويد بلفز او انثروبويد بلفز او بليتل بويد بلفز او كونتراكتد بلفز. البلفز الوحيد اللي بيديني فاجينال اكزامينشن يا جماعه خلوا بالكم منها كويس قوي قوي جاينكويد بلفز، بالتاكيد دي خدتوها مع الدكتوره سماح في الاناتومي اوف فيميل جينيتال سيستم. برضو بيبقى فيه ريزيستنس في البلفيك فلو والبرينيوم دي تو سبازم اور اولد سكار. تمام، في اولد سكار في اي جرح موجود ايه في البرينيوم عند الست. سوفت تيشو بلفيك تيومر فولاتيل باور اليوترين كونتراكشن تبقى ان ابيليتي تو بيرن داون او بتاخد ابيدورال انالجيسيا وفي بتوصل كونستراكشن رينج في حلقه الكونتراكشن بتعمل حلقه دائريه موجوده في الابدومين عند الامبلايكس ما بتقدرش الست ايه تولد بيها كويس. الساين والسيمتومز فيرست ستيج اوف ليبر، وعندنا فيرست ستيج اوف ليبر فيها اكتف فيز فيها ليتنت فيز واكتف فيز. الديوريشن فيرست ستيج اوف ليبر الديوريشن بتاعتها مور ذان 12 اورز. الريت السيرفايكال ديليتيشن ليس ذان 1 سنتيمتر افري اورز في البرايم جرافيدا و 1.5 سنتيمتر 0.5 سنتيمتر في الساعة. يعني نقدر نقول السيرفيكال ديليتيشن بالنسبة للفيرست ستيج اوف ليبر في البرايم بارا بياخد سنتي في الساعة. في المالتي بارا سنتي ونص. الريت اوف ديسنت الديسنت سنتي برضو للبرايمي و2 سنتي في المالتي. ده بيحصل ايه؟ ده البروسس دي ديفايد في الليتنت فيز المرحله الكامنه اللي هي في الفيرست ستيج اوف ليبر. تمام؟ الى ان تصل الى ايه؟ 3 سنتي. ده وصل 3 سنتي دخلنا فين؟ في الاكتف فيز اوف ليبر. يبقى اكتف فيز اوف ليبر اللي هو ستارت اوف سيرفيكال ديليتيشن اوف 3 سنتيمتر اور مور. ده اكتف فيز اوف ليبر. تمام يا شباب؟ السيرفيكال ديليتيشن بابتدي اتابعها بقى اشوف السيرفايكوجرام. السيرفايكوجرام بتاع الجراف اللي بتابع بيه بعمل مونيتورنج للبروجريس اوف ليبر. طيب تمام كده. كومبليكيشن اوف برولونجد ليبر المضاعفات بتاعت الولاده الطويله ايه هي؟ يبقى عندنا ماترنال وفي فيتال انفكشن از بيربرال سيبسس بيحصل للست دي عدوى زي حمى النفاس. بيربرال اللي هي النفاس بيربرال سيبسس حمى النفاس. ابروتونيتس اللي هو انفلاميشن في الايه؟ البروتين البروتينيوم او ووند انفكشن. بص بارتم هي مش نزيف بعد الولاده. او حصل ابشر اليوترس او شوك او جنتل فيستولا. في ناسور حصل في الجنتل تراكت. الفيتال كومبليكيشن كورد برولابس
يعني الكورد بتاع الجنين طلع بره الفاجينا، تمام، سبق البرزنتنج بارت وطلع بره الفاجينا. بيرث اسفيكسيا، في اختناق في الايه؟ الفيتس. مكونيوم اسبيريشن سيندروم، الجنين ابتدى ايه يشرب او شفط ايه مكونيوم امنيوتيك فلويد في مكونيوم. كونفولشن، تشنجات، جوندس، نيونيتال سيبسيس اند سيبتسيميا بيرث انجري. خلصنا كده مع بعض، كلها حاجات خفيفه كده بسيطه. لما تروح المستشفى وتجي لك الحاله دي او تجي لك الحاله دي في الولاده، تقدري تحددي بالظبط اذا كانت دي بريسبيتيت ليبر او برولونجد ليبر اكوردنج للكلينيكال بيكتشر او الكوزس بتاعت كل حاله فيها. تمام يا شباب؟ طيب هنشوف مع بعض حاله دخلنا لنا بريجننت وعدت عدت ال 40 ويكس ولسه ما جالهاش اي الام الولاده. بيطلق عليها ايه دي يا جماعه؟ بوست تيرم ليبر او بوست ديت بريجننسي او بوست تيرم بريجننسي او بوست ماتيوريتي. شفتوا بقى كلمه بوست دي؟ بعد تيرم البريجننسي، بعد التاريخ بتاع الاكسبكتد ديت اوف بريجننسي، او بوست ماتيوريتي بعد اكتمال فتره النمو بتاعت مين؟ الجنين. refers to pregnancy that extends beyond standard gestational time. دي الفتره بتاعت الحمل دي عدت الفتره اللي هي المفترض ان هي تاخدها من 37 اسبوع الى 40 اسبوع. لا ده كده عدت 42 اسبوع. ده بيطلق عليها ايه يا شباب؟ بوست تيرم بريجننسي بليبر او بوست تيرم بريجننسي او بوست ديت بريجننسي او بوست ماتيور. اوكي طيب، بالتأكيد لها أسباب زي ما احنا عرفنا كل مشكلة ولها سبب. اتيولوجي ان اكيوريت ديتنج، هتلاقوها في كتب تانية، مس كالكوليتنج ديت اوف لاست منسترول بيريد، يعني الست في الحالة دي بتحسب حسب حساب خطأ للاست منسترول بيريد. بيولوجيكال فاريبلز، في هرمونال فاكتور عند الست دي وفي جينيتك بريدسبوزنج فاكتور. في الحاله دي هنا فيها ايه؟ بروجسترون زائد عندها، لان لو في استروجين هرمون كان ابتدى ان هو ايه يحصل كونتراكشن وتولد، لكن هنا في بروجسترون. ماتيرنال فاكتورز زي بريفيس ايه برولونجد بريجننسي، الدري مالتي بارا او برايمي باريتي، الريجولار منسترول سايكل، واوبيستي. في فيتال فاكتورز، كونجنتال انوميز او اكسترا يوتراين بريجننسي، الجنين عنده كونجنتال انوميز او اكسترا يوتراين بريجننسي يعني في توينز او تريبل. بلاسنتال فاكتورز، حاجات خاصه بالبلاسنتا، في سلفيت ديفيشنسي. في ريسك فاكتورز، ايه هي العوامل اللي بتساعد الست دي ان هي ما تولدش في الوقت الطبيعي وتعدت فتره الحمل الولاده بتاعتها؟ لما يبقى في ده فيرست بريجننسي اوف مصر، اول حمل للست دي وسبيشال الدر بيشن، ميل فيتس، الجنين ميل او جينيتك فاكتور او اوبستي، او الام دي وهي جنين عدت الوقت بتاع البوست تيرم او الاب. السيمتومز، اتش بيبي مي شو ديفرنت سيمتومز اوف بوست ماتيوريتي، البيبي اللي مولود ده عدى فتره النضوج بتاعته، بيبقى نازل ايه؟ دراي نوز، بيلينج سكين، خلاص. اوفر جرون نيلز، يعني الضوافر بتاعته كبيره واضحه طلعت على التيبس اوف فينجر، لارج اماونت اوف هير، كميه الشعر على راسه كتيره. الفيزابل كريزز اون بالمز، الخطوط بتاعت ايديه باينه والقدم، تمام.
small amount of fat، كمية الفات اللي على جسمه قليلة. لون الجسم، لون الجنين ده ايه، البيبي ده ايه، ممكن تلاقي في جسمه حتة براون او حتة جرين او يلو كلرش. ليه؟ عشان البيبي ده ممكن يكون حصل له ايه، هتنزل مكنيم اللي هو السول بتاعه في الرحم، فتغير لون الجسم بتاع الجنين شوية. عينيه تبقى ايه، وايد اي، يبقى الف. ساينس العلامات، الام تيجي تقول ايه، انا حاسه بحركه الجنين بتقل، يبقى ريديوس فيتال موفمنت. ريديوس فوليوم اوف امنيوتيك فلويد، كميه الامنيوتيك فلويد ايه، بتقل. دي ماي كوز ريدكشن ان سايز اوف ايه، يوترس. لما كميه الامنيوتيك فلويد تقل، السايز بتاع اليوترس هيقل. مكنيم ستان، ممكن الجنين ينزل ايه، المكنيم بتاعه في الامنيوتيك فلويد. هنعرف ازاي لو حصل في رابشر ميمبرين. الدياجنوزس اثناء الانتي نيتال، بنشوف الايه، الكالكوليشن اوف جيستيشنال ايج، نحسب عمر الجنين قد ايه، الحمل بتاعه. الاكزامينشن لارجر بيبي سايز، هنلاقي الجنين كبير. تمام، وهنشوف نعمل اكس راي، هنشوف الاوسيفيكيشن، السنترز في الابر اند بتاعت التيبيا بتاعت الليج والفيما. هنعمل التراسونوجرافي عشان نعمل ايه، نحدد ايه، تو ديتكت باي بارايتال ديامتر، القطرين بتوع الهيد هنلاقي مور زين اكتر من 9.6 سنتيمتر. الويت بتاع الجنين زايد، انكريز فيتال ويت. في اوليجو هيدرومنس، يعني ديكريز ايه، اماونت اوف امنيوتيك فلويد، انكريز بلاسنتال كالسيفيكيشن. ولك البلاسينتا اتكلست خلاص، لازم من ولاده دلوقتي تيسس فور بلاسينتا فانكشن، هيعمل ايه بلاسينتا بتاعت الايه، البلاسينتا. البوست نيتال البيبي طوله ايه، مور ذان 54 سنتيمتر، الويت بتاعه مور ذان 4.5 كيلو جرام، يعني 4.5. السكال راسه والاسفايت ويز سمولر فونتانيل، الفونتانيل صغير، فينجر نيلز، بيحصل فيه بروز او طول الضافر بتاعته بتبقى طالعه على التيبس بتاعت الفينجر. في فيتال كومبليكيشن وفي ماتيرنال كومبليكيشن للبوست تيرم، الجنين اللي قاعد جوه ده بيطرق عليه شويه مشاكل. برولونجد ليبر، هياخد وقت في الولاده. بيرس تروما، ممكن يحصل له اصابات اثناء الولاده. تمام؟ في الحالة دي بيبقى فيه زيادة في معدل الميكانيكال ديليفري، يعني بنستخدم الفورسبس أو الفيكيوم اكستراكتور، لازم تستخدم فيها. شولدر ديستوشن، الشولدر بتاع الجنين وهو بيتولد مش بيتولد كويس. ليه؟ وفي مكنيوم اسبيريشن، الجنين بيبقى شارب المكنيوم. وفي اوليجو هيدرومنس زي ما قلت لكم، ديكريز اماونت اوف ايه؟ امنيوتيك فلويد. امبلايكال كورد كومبريشن، في ضغط على الحبل السري. فيتال ديستريس، ريزيستنس بالمونري هايبرتنشن، الجنين في هاي بالمونري هايبرتنشن. بيرس اسفيكسيا انفكشن، هيحصل له ايه، انترا يوترين جروس ايه. زي ما شفنا ليه الكومبليكيشن بتاعت الجنين، هنشوف الكومبليكيشن الام برضه بيحصل لها شويه مشاكل. بوست بارتم هيموتش، سيرفايكال رابتشر، بيحصل تيرز. ليه؟ عشان في لارج سايز بيبي، وفي انفكشن، في برينيال انجري، البرينيال بتاعت الام بيحصل لها انجري. ليبر ديستوشيا، ممكن ليبر تقف او يحصل لها اريست او ايه، او ديفيكالت في ليبر. اندو نيترايتس، للطبقات بتاعت اليوترس. المانجمنت، بعمل اندكشن اوف ليبر، احفز الولاده عشان ايه، الست تولد فاجينال. ادي اعمل امنيوتومي لان الممبرين انتاكت، اعمل امنيوتومي وادي بروستاجلاندين اوكسيتوسين، ولو الحاجات ديت ما نفعتش نوت فيفرابل
بتحول ايه؟ السيزيريان سكشن. انا عايزاكم تعرفوه كله بالنسبه للحالات دي. معلش طولت عليكم. اخر حاجه في الاوبستراكت في الابنورمال ليبر اللي هي اوبستراكتد ليبر. الديفينيشن بتاعها ات از اريستد اوف فاجينال ديليفري. خلاص مفيش فاجينال ديليفري اوف ذا فيتس ديو تو ميكانيكال اوبستراكشن. في ميكانيكال اوبستراكشن يا اما يطران فايبرويد يا اما ستينوزس في الفاجينا يا اما كفالو بيلف ديس بروبورشن على الحاجات اللي احنا قلناها الريسك فاكتور الاولانيه دي كلها. اتيولوجي او الكوزس، في عندنا ماتيرنال كوزس وفي فيتال كوزس. الحاجه الخاصه بالام بقى بالست الحامل دي بوني اوبستراكشن، الحوض بتاعها مش كويس، في كونتراكتد بيلفس او تيومر اوف بيلفس بون. سوفت تيشو اوبستراكشن، الست دي عندها فايبروز تمام او عندها يوتران فايبرويد او سيرفيكال فايبرويد او فاجينا او اوفرز او ستينوزس في الفاجينا والسيرفكس. الفيتال مال برزنتيشن اند مال بوزيشن، في لارج سايز فيتس ماكروسيم كونجنتال انوميز اللي هو تشوهات ايه خلقيه موجوده في الدياجنوزس. لازم اشوف الهيستوري، اخد الهيستوري من الام اشوف اذا كان في اي كوزس من الحاجات اللي احنا شرحناها قبل كده موجوده عندها ولا لا، والكلام واضح كويس قوي. اعمل جنرال اكزامينشن، هلاقي التمبريتشر بتاعت الست عاليه، هلاقي البالس رابت وعندها دي هيدريشن ودراي تانج وكريكت ليب من الالم اللي عندها، وفي ماتيرنال ديسترس بدي اكسجين على طول للام. ابدومينال اكزامينشن اليوترس بلاقيه هارد وتندر، واليوتران كونتراكشن قويه بس ما بيتاثرش على ريلاكسيشن نو ريلاكسيشن ان بتوين. الفيتس الفيتال بارتس كان نوت بي فيد مش محسوس. الفاجينال اكزامينشن الاقي فيه ايه؟ فالفا عليها دوميتس، الفاجينا دراي وهوت، السيرفكس بلاقيه فولي اور بارشال دايليتد اوديميتس في اوديما، واوديما وتلاقيه مشدود ومنفوخ. ممبرين اور رابتشر بريزنتنج بارت هاي، بريزنتنج بارت لسه فوق هاي ما نزلش في البلفس نوت انجيجد. يا ترى في انجيجمنت في الاوبستراكتد ليفر؟ لا ما فيش انجيجمنت. اور امباكتد ان ذا بلفس مالوش تأثير خالص على البلفز. It is the head is show excessive molding. من كتر اليوتران كونتراكشن الهيد حاسين بيها مولدنج، على الرغم ان احنا مش الهيد بتبقى هاي، ولكن الطرف بتاع الايه الجزء بتاع الايه الانتيرور فونتانيل مع الاوكسبيت يا دوبها حاسين. Causes of obstruction ايه؟ labor obstruction can be detected. الاسباب بتاعت الايه؟ التعثر الولاده هتحدد. كومبليكيشن في ماتيرنال ديستريس كيتو اسيدوسس رابتشر يوترس وانفكشن كوريو امنيوس اند بيربروسس. في بوست بارتم هيمرج نزيد بعد الولاده وحمى النفاس ونزيد بعد الولاده عشان في انجري اوف يوترين اتوني اتوني يعني ابسيت اوف يوترين كونتراكشن. الفيتال اسفيكسيا وانتراكرينيال هيموريج ومن ليك سيستيك مولدنج والبيرس انجري وانفكشن. هعمل ايه بقى للست دي؟ كيرفول اوبزرفيشن بروبر اسسمنت وايرلي ديتكشن او مانجمنت اوف كوزز اوف اوبستراكشن. دي بريفنتيف ميجر، في كيوريتيف ميجر. سيزيريان سيكشن اعملها فاست ميثود لو الجنين ايه؟ لو الفيتس از ديد از ليبر ماست بي immediately terminated and any manipulation may lead to rupture uterus. في الحاله دي تعمل سيزيرن سيكشن لو الجنين ميت، وفي الحاله دي برضو اسرع بيها او ما اشتغلش اي حاجه في اليوترس خالص بايديا لان ممكن اليوترس يحصل له رابتشر. تمام يا شباب؟ النيرسنج رول بقى دوركم انتوا في التمريض عندنا احنا ايه في الدور ده؟ في الحاله دي بعمل مينتين
normal plasma volume and prevent or treat dehydration antibiosis. الست لو عندها dehydration بدي intravenous fluid وبحافظ بديها بلازما تمام، وبديها antibiotic as order الدكتور، وبعد بعمل لها ايه psychological support، وبرضه لازم يحصل لها ايه، يحصل psychological support وتقدم لها supportive care and provide ايه and provide a full comfort measure to the woman. والمفروض ان انا اعمل ايه discuss للwoman او الهازبند او الهير فاميلي على اي حاجه هتتعمل للست. deliver the baby الدكتور will assist the woman. الدكتور بيعمل بيقيم او انت بتقيموا الwoman دي على اساس نشوف البروجريس اوف ليبر اخباره ايه معاها، وبنقرر المود اوف delivery. المود اوف ديليفري هنا سي اس سي اس خلاص. كده سامحوني طولت عليكم، ويا رب اكون قدرت اوضح لكم المحاضره دي بقدر الامكان، وربنا يسهل يا رب العالمين، وتقدروا تعملوا ديفرنشيشن بين نورمال ليبر اند اب نورمال ليبر، ويا رب تكونوا قدرتوا تتعرفوا معايا على التايبس اوف اب نورمال ليبر مع الكوزز الديفينيشن والكوزز والكلينيكال بيكتشر اند كومبليكيشن اوف ايتش تايبس اوف ابنورمال ليفر. متشكره جدا واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.